السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثمثاً نتكمل ذي غزوة بدر الكبرى كنت سمحتيغ. الغزوة يجي تضرى يوم 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية. مكان وقوع الغزوة 145 كيلومتر من الجنوب الغربي للمدينة المنورة. دي نظر الغزوة. الغزوة يجي ظرا دي السنة الثانية للهجرة النبوية. هي في الحقيقة معركة حاسمة بين الحق والباطل. بجميع المقاييس. يعني سيدي ربي ينصر إنس المن على رأسه من النبي صلى الله عليه وسلم، وينصر الحق في الباطل. يفقند ثيذة سوين تيخو الفم، ينصر الهدى على الضلال. لذلك كتب التفسير كيشرحوا قوله تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، حديث السادس سورة الأنفال الآية 41. الآية 41 ذينا يقفض ربي سبحانه الغنائم، يدبين ينسلمن يدرب حن ينسلمن ذي الغزوة يخطر. أحلت الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم، ثقي مما يمتاز به عليه الصلاة والسلام. حل الغنائم، سنشرح هذا بعد حين إن شاء الله تعالى. ثقي في تحكيك الخلاصة ند باللي إلى تفاوت يرين سلم لك الكفار، لا من حيث العدد لا من حيث العدة، يعني ينسلم من قليل 313 315 في رواية. وياض الكفار سان أكثر من 1000 يقلن سيديجيشن سندر ميسن سان الفرسان سان البعير سان السلاح إلى آخره. معنى هناك تفاوت بين المسلمين والمشركين، أي نحسفن ينسلمن وثيسفن قليل خصي من سن غاده ونسن يكسب اكثر. ذاكي ما كنا حكي سني ناد بين امثوره جزائريه. طبعا غزوه بدر الكبرى هي المرجع ناد. لو كان رثين السلاح كان وحدس الزميره لزيرت سوفا فرنسا، ولكن الا وين نظم اللي هو نصر الله. ذاكي الى قد المسفان فلاس ضربي دي تسكن النصر. أما كنخذ من البدريين، أما كنخذ من البدريون، أما كنخذ من الصحابة كذا النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لي السم جهد في سبيل الله ربي ينصرهم. خطر النصر أرسيدي ربي، وكذلك ناد نكوني ثورانا إيكو قاد يشفى نزران. لو كانت صوالر ثين الحساب ذي المحال ثمرت الزاير السفة الشعب الزايري، هذه السفة أرومي السفة فرنسا ذي المحال. ولكن ذي النصر سيدي ربي، ربي ناد إلا تنصروه فقد نصره الله في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنى النصر يشد غرس ناد، وما النصر إلا من عند الله. ضربي النصر، وما النصر إلا من عند الله. ذي الله ينظن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ذي الله ينظن إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الآيات. طيب ثلا نقطة نظن نند النبي صلى الله عليه وسلم يطبق مبدأ الشورى، تطبيق مبدأ الشورى. لقيت ثورة نهضر في أهم الدروس والعبر، سنسمي غزوة بدر عبر وآثار. عبر وآثار لأن تمزولو في قدر ربي سبحانه باش تصدروا الغزوة، وهي غزوة بدر المشهورة، ومي اسمها ربي سبحانه يوم الفرقان. يوم الفرقان اسميس معنتها إفكيس اسمكي يوم التقى الجمعان. اسميس اسمكي خطر جعلتها ربي سبحانه عز وجل تاقي ذي المعركة الفاصلة يعني الحق أو ذي الباطل. لناد المبدأ الشورى، الشورى يطبقه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، يطبقه في السلم والحرب. أما ذي الوقت السلم من تلويث، أما ذي الوقت من الحرب. مبدأ الشورى مطبق نفكاد الأدلة. من هذه الأدلة يميك شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة،
يقرص أشيروا علي أيها الناس، أكيد تمسلي أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. نتقن ديت قدام بكر صديق ذا مزوالو يفكاد الرئيس في موضوع المعركة معركة بدر، عمر بن الخطاب يفكاد واليس، المقدد بن الأسود يفكاد واليس، هضرة ديالك يعني يمسينا إنياس اذهب أنت وراء إنياس، لا نقول لك كما قال موسى، كما قال قوم موسى لموسى، لكن قرر أماكن يسينا سنان بنو إسرائيل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ناس اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، روح شيني أك ضربيه والسنان من با ربي النار، يعني شغل اذهب أنت وربك، كيدنا القرآن كيدنا الآية القرآنية، اذهب أنت وربك فقاتلا، روح تخمض المعركة وحدك أك ضربيه شيني، سيتقدر وكي إيفان سوء أدب، سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام. إن ياس ننس إن ها هنا قاعد المقدد من الأسود، إن ياس نكونو كي نقرر أكن سنا القوم سيدنا موسى غير موسى، روح وحدك تحرفض، إن ياس ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، نكوني أقلق يذك أنحارف ونجاهد يذك. ومازال عليه الصلاة والسلام سيقرأ أشيروا علي أن سلم ينطق سعد بن معاذ وجي ممثلا للأنصار، نسميك تعاوذني ولقي مكا كما تقول كتب السير، يتعاوذي ولقي أشيروا علي أيها الناس، يتراجو الأنصار دنتقن، وقاذي سيفكان العهد ذي بيعة العقبة الثانية، إذا نشرح بيعة العقبة الثانية ذينا خذ من اتفاق الأنصار وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في كنس العهد في كنس سوال باش أثم الصرم وذ حارف نيذس يتراجو دنتقن في بضد يبضد الأوان يتراجو دنتقن انتقد سعد بن معاذ إن يس يا رسول الله أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، يعني شو لما كان بورت بارول ينتقد سيسمي سيسم الأنصار ماشي كان سيسمي سوحدس، فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، ويكون هذا الدرس نعدان، وخذ من أموالنا ما شئت. في موضوع الأموال نظن بعد غزوة تبوك ذي غزوة يجي فيها واحد الدروس والعبر عظيمة جدا، أدنى مستيفلس إن شاء الله ذي درسني عد ذي الدول، أدنى نظر في غزوة أحد وأدنى نظر في غزوة تبوك الدرس ذي الدول، يعني نربط بين غزوتين، هناك أيضا بعض غزوات خفيفة نمر عليها مرور الكرام، لكن نؤكد ونفصل في غزوة أحد يقدر دي السنة الثالثة للهجرة، خطر سبب الرئيس الغزوة يجي المعركة معركة أحد، أنه فغان الثأر المشركون أرادوا الثأر لقتلهم، خطر خسر المعركة يجي بدر فغان درن الثأر ذغث ضراد غزوة أحد فيها دروس كثيرة، وغزوة تبوك فيها أيضا دروس كثيرة. الدرس القادم إن شاء الله في اللس موضوع المال ذي نسي النبي صلى الله عليه وسلم يعثم العفام ذي غزوة تبوك يمسينا ما ضر عثمان ما فعل ما يفعل بعد اليوم بعد تجهيزه لثلث جيش العسرة، ناس وخذ الناس سعد بن معاذ النبي عليه الصلاة والسلام وخذ من أموالنا ما شئت، الدم سوين نكسب سي أموالنا أين تبغض وما أخذت منا أين ثبيض كان أحب إلينا مما تركت، أين ثبيض في سبيل الله ذويني قاعزي يقسع القيمة ورنغ أكثر بين الدجال، يعني فرحا سويني يبوي ماشي سويني ديجا، وما أمرت فيه من أمر ما تفكض غد أين الأمر غد فكض نكون نطبق، فأمرنا تبع لأمرك فأمرنا تبع لأمرك. طيب بعد شو سنا شو سينا نيس والله لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك، مثل البحر قلغيتي ذي الطيقة دي سبان ورفيق أكا. المهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام يفرح يضرب لي ثل الموافقة سي المهاجرين يديه جرني السمكة المدينة،
ثلا الموافقه سي الانصار صفي رطاح ذاكي اسمينا سيروا وابشروا. وهذا جزء من الحديث يسام ذي البخاري رقم الحديث 1952 نغذي صحيح مسلم تفضل رقم الحديث 1779 إن يسنسيروا وأبشروا. الله يبارك ونهضر لك التنافس الصغار في الجهاد في كادر الأنموذج نجماس سعد بن أبي وقاص اسمه عمير بن أبي وقاص العمر 16 سنة يموت شهيد في سبيل الله وكان يتخفى يتفر يار المجاهدين من بعد يقول لك ما سيناس شو يا راك تسفر يا سقاد الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل راه يردني ويقبل راه ديال الجهاد يعني غالي ظرف النبي عليه الصلاه والسلام يرو ياس ديال الطاون يقبليه وكان له ما اراد تلقيت اشاره باللي روح الجهاد لا مين ذي قمشطاح قمشطاح ما شاء الميسع 40 سنه خاطي ونفكاد مثال كي ثوره 54 شحال جهد الساعة 16 سنة ولا الساعة 17 ولا الساعة 18 المعنى يس روح الجهاد في الله ورثم مثارة وستبقى كذلك ولحسن والحمد لله نروح الجهاد في الله وإلا الإنسان يقبل الذل ويقبل ذلك مثلا الآن في فلسطين مثلا لو كانت سمت روح الجهاد صافي خلاص اليهود دخلوا مرين سن وكذا لذلك روح الجهاد لا تموت بشرط أن يطبق تطبق قواعد الجهاد. قواعد الجهاد خطر دين عزيز ماشي بنادم هذه جهد قث مثنيس غادي الزلزالي ذا من كن سلمن وسينك جهاد وقل ليس جهادا ولكن الجهاد يسعى الأصول ينس يسعى الشروط ينس يسعى القواعد ينس. مبدأ الشورى مهم جدا. غسل ذي الوقت الحرب ولكن يسعى القيمة ذي وقت السلم. لذلك رب سبحانه مدينة القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم إن يسير النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. والآية قد نزلت بعد غزوة أحد بعد غزوة أحد وشاورهم في الأمر. مبدأ الشورى طبقه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشورة للناس مثل النبي صلى الله عليه وسلم. إن يكون ولا غلا ولا ذيون يتشاور أطاس من النبي صلى الله عليه وسلم. نكون إذا شدنا نرمح العبرة أنك النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة المهاجر الأنصار في هذه المعركة وذا قفلت في ذي المعركة الحباب بن المنذر نناد باللي إنايس يا رسول الله أهو منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ إناس النبي عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والحرب والمكيدة. وبعدين يفكيس الرئيس نسام كنجي أن دايلا لاني سلمان وري الهارة استراتيجيا وري الهارة إلى قال في الدلام كان يوغا سوال النبي عليه الصلاة والسلام يوغا سوال وغصد الرسول ذي النبي ربه يتعاون ربي يس ولكن يتشاور النبي صلى الله عليه وسلم. ذا شو العبارة نحفظ العبارة ثم زواروث ولا قري ون ميسا عم كان علاين اذغا ويتشاور راوي الله سيني كيني السنا غنكيني غريغ غنكيني فهما غنكيني جرفا خاطي وري الزرا ولا ذيون ان داير لا الراي سعدي الراي صلحن قرني كادي فكا ربي الراي اسعدي وزرا ندا ثافض ثاقي مسألة مهمة خطر الشورى مثل لا هذه روح الاستبداد سيقي شحال الفطر كيقدروني في مورا كنسل من مثلا ميل الباطل كو يخدم الرئيس استبداد ديكتاتورية. الديكتاتورية يا جماعة الخير لا تسوي سوى ثواغيث تسوي سوى الهموم سوى المحنة سوى لذلك ماشي كيد الإسلام. الإسلام هذه قاري لا قاتل الشورى وقارني قبيلة من سيفي تمشاورني مولان من غير عقال يتسد فنين زيض غاس داخل توشلت كان وما أدراك ما ذي الدار ثم ذي مدينة ثم ذي الجامعة ما ذي السواق ما ذي إدارة الدولة في جميع المجالات مبدأ الشورى مبدأ المهم. ولكن للأسف الشديد ممكن بعض الناس استكنى القيمة وهي ضري كان الفن ريع الدين متنبين ذا الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل وهي في المحل الثاني الرأي وليش السواق يزنزون الرأي ولكن ضرايك زمان باش من السوق
واد يقضوا غا كنجلزم. لذلك من سختار نوين غا كنفك الراي غا كنفك الدري من يسوي تسكتار الدري فكتي الراي الحكمة وليس عن الراي يكسب كل شيء الراي. ولكن سيد علي كرم الله وجهه شو دينا رضي الله عنه إن من شاور الناس شاركها في عقولها ما تشاور إمذانا ثبض ثموغ الإنسان لعقل الإنسان وقي أقرب إلى الصواب. المبدأ الشورى مبدأ مهم ولكن دقي في مسألة مهمة جماعة الخير وغدينا رب بشار المشاور يندوى أمرهم شورى بينهم وإن دين في صاص مشاورهم في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الآية يتشاور 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 الصحابة ما كيتسلم. ولكن نمشي راه نطبق لو برانسيبي مبدأ الشورى في حياتنا. الجواب القرآن لم يذكر لنا صيغة تفصيلية إجرائية لتطبيق مبدأ الشورى وذلك لحكمة أرادها الله لتغير الصيغ والآليات من زمن إلى زمن ومن وقت إلى وقت. شو المعنى يس؟ لو كان غادي يخدمين في درو التغديني أكيد لا غتخدم صافي أنطبق شو دينا ربي نغني في صلاة ولكن سو سايت. لذلك العلماء إمي قرن القرآن صنفن الآيات اللات ثلاثة الصناف إلو مقارن الصنف مزورو البيان التفصيلي. البيان التفصيلي عند دي فصل ربي في مثال يفصل اون ديتاي خدمتك 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 مثلا الآية 41 من سورة الأنفال ثم سلي دم شارع يفضل في صلاة عليه السلام الغنائي ثم خطر مخلفني نسلم في الأسد أفضل القرص إن شاء الله. الجواب هم دايلا يلا ذي الله 41 من صوت الأنفال صافي مدام إشار حد ربي يفقد ربي مشاري اللي فطو من الغنائم ودي الصحاري ولا شي اللي كنستخدم غلاغي هو نغسيغ الراي النظام خاطي ولا شو كسان الراي ما يناد ربي خدمه كان غير ناد في خدمه كان قطعا بشرط هذه للنص قطعي الثبوت بالنسبه للقران كله قطعي الثبوت بالنسبة للسنة إلى قدر قطعي الثبوت وذيل قطعي الدلالة في القرآن أو في السنة. قطعي الدلالة معناه يدل على معناه بصورة قطعية لا تحتمل وجوها للفهم وليش نكسر المشورة. لذلك قارن العلماء لا اجتهاد في مورد النص وتكي دي الصحراء ادفك التمغلي كان دايل النص القطعي ثورا ذي الدروا ذي القانون للجوج ميل التكست ذي الكود سيفيل الارتيكل كذا وكذا الى قاسي الطباق شي قرض ولي غراي خلع واش الحق والسن نوع والسن يسميس البيان الاجمالي. شو المعنى يسميس البيان الاجمالي؟ معناتها انت ربي فكاد القران لا يث مي ونزرا باش تنطبق سوى الرسول اللي كزرا واحد صلى الله عليه وسلم فكرا بالمثال دعوذة يناد الرسول ربي سبحانه الزال زلف أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا في سورة البقرة الآية 110 الآية 111 110 111 شو المعنى يس زلف زكيث مي يمشي على الزال الرسول غادي يبقى صلى الله عليه وسلم صافي ثاقي قرنس بيان اجمالي جلوبال جلوبال اجمالي سوى نتسى وغادي الصحراء نكوني اسيني ونزال راك لا ونزال راك لا غنزال راك ولاش غنزال كي نتزال الوضوء في حديث عثمان بن عفان اكل نتزال الوضوء وهكذا وهكذا. طيب اسيدي الزكاه واتوا الزكاه مي غادي بغدي فكره مش لي ديتاي تاع الزكاه تدي وانت دي فكره الرسول اما كي غادي يفكا يغدي في كل شحال من ركعات في الطهور العصر المغرب العشاء مشى نزال الركوع والسجود وياك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر لو كان يغديني نكوني نزال كنت بغيض ونزال راك نبغى اكني يدينا ربي واكني دي في كل النبي صلى الله عليه وسلم في امر الزكاه كيف كيف. ادنو غال البيان الكلي البيان الكلي ادنو كني مبدا الشورى ياكي اندا ثم بلاصي ذاك ثم بلاصي
ماشي ديال البيان التفصيلي، ماشي ديال البيان الإجمالي، ديال البيان الكلي. ما معنى البيان الكلي؟ معناه أشي قربي حذرت أتسغالم الدكتاتوريين، حذرت أتسغالم المستبدين، شورث مي أمشار المشاور ذاكي واليث خلوي مشاور ثمكات مشاور أنا عامي مشاور أمشار مشاور أذي قيم الوالدين تشاور من دريانس أبا شورث شورث تفضي يون اكسبير ديال الدومين باش يدي فيك لي زارغيمون باش يدي باش نخدمو البروجي هاكي خاطي خير نخدمو هاكي في كاس تمزوط مي ولكن ماشي اكسبير بان بالك تفضل الراي غرس فلاح اللي كان باش يدي فيك الراي الشوا ديجا المشوره في حد ذاته احترام وتقدير. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اشيروا علي ايها الناس ايها الناس يعني سون اكسبسيون واللي سعى الراي مرحبا من بعد هذه عدي الكفرز هذه يعدي ديال الميزان وهذه فكره ربي راه يساعدي اي وانت هو الحاكم ذن سيد القائد ذن النبي صلى الله عليه وسلم من جمله الاراء هذه ولي عند راي الاغلبيه الراي القوام خاطر زبط صفر الاجماع اجماع 100% الا وان دات الاجماع الا وان دا ولا الخلاف ذي الغنائم تسلم من بعد شويه مخلف الصحابه انتصر من بعد شويه مخلف إيه باش نفهم باللي الخلافة كي موجود يا المخلف نفاشو في الغنائم في الأنفال في النفل ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن قنزر بلي الشرع كي في كثير ربي إن كن يلخق البشر أن الحويس أغي كرزاك تدير في النار أن دنسعة وكورة غادي في كثيفة والسلام يلا مبدأ الشورى كيف نطبقه نتشاور نطبقه إذا دارت الساعة أون ميثود لي ميثود هاكي مي لم تمخلف ثاني الهام كولي وناشو يفغن فلاس لو كلي مثلا في قبيلي ثنا غاكيني تجمعت نخدم تجمعت امشي الى يلقى تجمعت هاكي امشي تنخدم اصلا الى يشم كولا زورو ما ديفك الطامن ضراي اسكو ما الا زورو ما يكون ويدا زورو ما كي اقرا كوني ذي ميا يدون انت اسمك تحضر ذا المحال انخذ انطبق المبدا هاي خلوي فيك تضيون اكي نسفها من زيك ولا دفك ما كني اسمي الطامن الطامن سبذروم بطامن طمان نجمع عندك الطماني ذرمان خذ من تجمع ذي تجمع ثني الى قنسعو وين تدخل الماليه الامور الماليه سمانس الوكيل الوكيل هاكي وكيد الشغل تلقي طريقة بسيطة بسيطة يقلا ذي الزمان يخدم لي مزورة خو زمان دي الطريقة هي ديريت خاطي كيف فلاس يلا صافي لا طمان مكولا ذير ما ديفك الطامن من بعد ذي الطمان اني إلا كان خسير يوم ذي الوكيل الوكيل سبيسياليست ذي لا كونتابيليتي كيزيري مان لا جيستيون كيزيري مان تدارت وكذا وغنخدم ام قران تدار سمانه سلامين يا اخي سمانه هي نحكوا شويه عن التاريخ سمانه سلامين انت دارت سلامين داور السمانه اللي با الرئيس سمانه سلامين ذي الامانه سمانه ريسبونسابيلتي تاعكم كثير فديت اسمي سلامين وذي حرز الامانه الحوناكه المسفاه الى اخره يثور الساقين ماشي وبرجع نخدم كان هكا من الزمان سنخدم النظام تجمع في قد سان سعود زيكسبير وزيكسبير ساعة الميم الإمام داخل لله الإمام يلا بوركو القضية الإمام باسكو الإمام من سريع السن الكوتين الشريعة ما إلا الشفعة ما ذا الفريضة ما إلا تالاست ما إلا ذا البيع والشراء ما إلا ولا يفرون بيس ماشي الطمان بالك الطمان نور السينار والشرعة لا بريزونس الحضور الإمام ضروري سمانة الإمام وين السن انتشر عيف مية ساقي يزمر مثلا لي جون بوساقي الطفن لو كادر الطفن تجمع جماعة ولكن داخل الزمر لكن إلا قا نسعو لي زيكسبير نسعو ان اكسبير فونسي نغسين دو زيكسبير فينونسي ديال لي فينونس نسعو لي زيكسبير الفلاح كون عين ربي فيك جوزنت خاطر وكشي من تالا ديال البيان التفصيلي وكشي من ديال البيان الاجمالي
كشمت ديال البيان الكلي اين فان فلانا وبالك تفضوي ظن دان نظر سان راي وايض ليسونسيال لو برينسيبال كي مبدا الشهور الى قاديلي كل يوم داشو صافي ما نكشمنو فا لي سبيسياليتي ياكي وسقرار لا يجوز يفد الزمان سيلو فانتورا ماشي مزيك تي مشطاح بزيف سيلو فخ مش ولا لا سورا إيلاق التخصصات لي سبيسياليتي وكذا وكذا سي بور سا بينير ديال القران إنات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ماشي من غير الآية نفهم معناها وين غير الشريعة غلط يا سي وليس على الدكتور ديال الشريعة استفك هذه التكنيك بونكير ولا فيها ما فيها ترند صافي ماشي سبيسياليست ماشي سبيسياليست هذه الشركات استثمارية كبرى وري غير الاستثمار في غير السينما راه ماشي الشغل صافي المفتي ياكي نغلى على ما قاليش الا قادي شاور لي سبيسياليست الا قادي شاور واجب زي ضربي ديننا يولها بدا ولا ابري ذي الخدمه نغ اقلق في الاختبار اقلق في الامتحان الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا نروح ثورة اتخاذ الاسباب الى قال حفظ ضغي الدرس وايض اتخاذ الاسباب النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الاسباب غس ربه ينصر السبب زور يخدم التخطيط بلان فيه مليح السبب وسيم يشاور بما ديسس العسكري وكذا يعني الجيشي سبغا يعني الجيش المسلمين ثلاثة إذعوا إذعوا ربي إذعوا ربي سبحانه أمشي إذعوا ربي استقر اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم نصرك الدعاء أيضا استقر اللهم إن تهلك هذه العصابة هذه العصبة لا تعب لا تعبد فإنك لن تعبد فوق الأرض وليش وراك يعفز لك هذا مثلا وكذا 313 315 وبعدين أكثر من ذلك يخدم القيام قيام الليل ياك الصحابة تصن إلى قد صن خطر زكاني ذي الحرب تجد توفيق الله عز وجل هضرت في اللس في كلتني عدان كيف أن الله عز وجل من على المؤمنين بالنعاس تصن باش هضرت أحد باش تقابل زكاني أعذاو تصن أكو سوى يون النبي صلى الله عليه وسلم حديث يروى الإمام علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب أشو ديننا لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم إنك متصبح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الصحابة بالقيام لم يزكى ماذا لك زمان سينظم ميك نغير لك تصزيك أزكى خطر ساعة لك زمان ماذا فواياجر لي فواياجي بالك تيزي وزوا سينظم وقيد الحرب وسنين راه غادي تعاود تخدم بقيام ذنتك زول وحدك خاطر القوة كسع النبي عليه الصلاة والسلام والتسعين راوية الصحابة نسى الرسول صلى الله عليه وسلم يطف بالعزيمة أخذ بالعزيمة ونحن أيضا نأخذ العبرة إلا وأن داكشي تفضل العزيمة لا تلزم أولادك بالعزيمة نغا ما لا تلزمهم بالعزيمة الشيء اللي تسعد القدرة عالية كيعين ربي لا تلزم الناس بالعزيمة اللي أنت وصلت لها بالعكس إذا كان لازم الرخصة هذه الرخصة أفضل كل ثم ربي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل حسب تزم رخيص لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل التعامل مع الأسرى التعامل مع الأسرى النبي صلى الله عليه وسلم طفى طفى التفاصيل لأنه قال لهم يقبل الفداء لأنه قال لهم مثل أقام فيهم يعني حكم الله عز وجل حكم الله وسيدي الصحارى من تسا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدي الصحارى يجتهد في مورد النص إن يا ربي هكا هكا وبعض الأسرى وقدي محبسني إن يسم كل يوم باش يفذو إيمانيس هذه الصغر عشرة سكر وجنس المن يعني يوم ذا محبوس ذا مشرك ذا مشرك وتسمى راس ربي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم إن يس الصغر عشرة يقول ذا أتسوض الحرية يدي ثكي ولي كان باش نفهم أتصو نفهم الأمر الأول أمكن في صلى الله عليه وسلم يعني عدد من صيغ التعامل مع الأسرى في غزوة بدر ماشي لم يعتمد صيغة واحدة ثقيت مزور في السنة
يفكيس القيمه ديال القرايه ذو ذي النور يتسوي لغفل القرايه أعطى قيمة للعلم للقراءة والكتابة. أن كل واحد مشرك يعلم ابن عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة في داره الاهتمام بالعلم. وربي إن ياسر القرآن الكريم أول آية أنزلت اقرأ باسم ربك يفكيس القيمة إيه القراية ويني فغاندي فغاندي في ذي مانيس اللي صار عشرة يقول ذلك. ولكن ده قسم حي الذين يعلمون أبناء المسلمين هم مشركون، هل يجوز التعلم من المشرك؟ الجواب نعم. صافي كنا راونا غاسكي ما رحنا ضغرنا في المشركين لا يجوز لا يسمى تفضل هذا بروموتورين يهودي هذا مسيحي العلم أندى توفي ضويتيت ثم سني أندى ستوفي ضويتيت وسقرا ديو ثم سني كان سين سلما أويتي دندى ستوفي الله أن تثوف التمسني أو سيدي يجوز حرز كان دينك ماشي ما عايش الدين غاولا كي معناها هذه فهمي يروح الأمريكان ينسى ديجا بيبي العاقدين من بعد يغال سوي النظام يروح لا إله إلا الله يغال صافي العلم أو سيد أن تثوف ويجوز أخذ العلم ولو من الكافر العلم ماشي الأمور العقيدة الأمور هذه خاطئة كذاكي خاطئة ذي السلم نطفي ديننا ذي العقيدنا ذي اخلاقنا ذي تصرفنا ما الا تمس ذين يعني العلم او ثيت نقطه هذا الثنقاروث مادام الوقت ثاني الحا وكيدو كورد القران الى قاس نفهم مليح الخلاف يقلال ير ينسلم بعد النصر بعد النصر انتصر المسلمون ربي ينصر ينسلم في المشركين في غزوة بدر والحمد لله نهضرت في تمثال تاكي فيما سبق يعني كانت مرحلة مرحلة قبل هذه بذو الالتحام يعني الجيوش الناس النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض حديث خرجه الإمام مسلم أولا قالوا يسنينا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قبل ذو القرة ذو الجهاد إن يسكرت إلى جناتين خطر أفريد من الجهاد ذا أفريد من الجنة إلى جنة عرضها السماوات والأرض يوضد الوقت أن تفكر أين غلين في ليك ذا الروح ولاش شو غلين في بنادم من الروح الروح أتفك في سبيل الله الحديثة قلنا في دن في صلى الله عليه وسلم يستوضي في السفرة الإمام مسلم ذكيون الباب يخذ مثل التترينس باب ثبوت الجنة للشهيد اختار عنوان ما شاء الله الإمام مسلم في صحيحه باب ثبوت الجنة للشهيد وكذلك أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه وكذلك الإمام البيهقي في سننه أم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمي سنين غوالكي مباشرة كرن كشمن ديال الجهاد أسمي ثفر الحرب الحمد لله بانتصار المسلمين بنصر الله يناد النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وصدق الله يقول ولقد نصركم الله ببدر ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون سورة آل عمران الآية 123 ولكن الخلاف في الأنفال لن على بالكم ذي المعركة للوجاد في نهاية المعركة تبعا المشركين الما تنسوف غناك سي التيراتوارني للمعركة تبعوا جيش المشركين للوياض روح نجمع عند الغنائم الغنائم كوين يكسبنا كل الشمس سوين يكسبن بوينت نيت مخالف نوكال ويدي وكاذ يدي يجمع لك الغنائم الغنائم شو سنان ناناس نحن حويناها وجمعناها وليس لكم فيه نصيب سبحان الله زرقت لي جاستن جوث باش تفهم غير مثلا الصحابة بشر وهم وثنى ربنا النبي صلى الله عليه وسلم حصول الخطأ وقوع الصحابة في الخطأ لا ينقص من أقدارهم لأنهم بشر
بس ساكن الدنيا تلقى زعما دافض العلماء تغلظا، زعما دافض المؤمنين تغلظا، دافض الحجاج يحج يغلظ، ولا قرا كونداني كوندانيني اترنال نحكم فيه ولا كونداني اترنال ما السيني الفلاني مادام يتظلى يتصوزم يرني يحج يغلظ أنا باري في الأسئلة مثل غير الدوليث غلط ويونوري الزمير هذه الضمان بدا ما قلت الدوليث النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون أوين يشظن أوين يغلظن أحرش زيغ مديفان غلطة والسفري ذاك الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في العودة إلى الحق لأن الرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل. وقع الخلاف بين الصحابة ماشي كلهم طبعا، بعضهم إن يكوني هذه الغنائم هذه الأنفال هذه الأموال نحن حويناها جمعناها وليس لكم فيها نصيب، وياض السقار الخطأ إذا كوني كذبعنا عذونا المفغاب صافي ولدها بخلف صراخي ينزل القرآن الكريم سورة الأنفال كم الآيات الأولى لما الآية حتى الآية 41 دينا ربي سبحانه ذي نيف كانت تقسيما في رضوط ثم زورت كان يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول أول رسالة يدوسان ذي الآية ثقيتي مزورة ذي سورة الأنفال هذه الغنائم هذه الأموال هذه الأنفال لله والرسول دعنا ثبوت أو إثبات الملكية لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان فهم إشارة مهمة جدا باللي دائما ملكية المال أو الإنسان المال ماشي ملكية كاملة، ضرب بك سفن كل شيء. وقال قبيلة إلا نربي. هذه قال ربي، كل شيء نربي. يولي فهم من ثم سالتاكي، في تفار العقل. ما يلتي فيه ما لا ينو ينو ينو، ذاك ضرو خسار. هذا مخالف الوث مثلا تفضل تستاذ بثيرا هذا مخالف الشريكين هذا مخالف خطر ما إلا في الشمد في مسنياكي يخصا ما زرب اللي انت ربي كل ذي جيرا الجيرا كان دايا لذلك من ذي الآية اللي يظن بها ربي في الإنفاق إن دواء أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ربي غدي فكا الأرزاق كولي ولا شو زدي فكا ربي ند أنفقوا مما جعلكم مستخلفين معناتها وتكسيف ما راه ديري ماكي ايترنالمون ماشي اتجيرين مادام تعيشي بدايا شحال كجير ب 20 سنه 30 40 50 بقى على خير اسي تجري الوراثه الراوي شكو ذا الوراثه من بعد ذا الوراثه اللي ذا غادي يسوى ساد مثل صافي هو تسجد سوا الا مثل ولا ربي اي لا نربي ولا ربي ربي نات ولله ميراث السماوات والارض او قال لي ورثا سياسة زكا ثمورث تبدي لي مولام كي قرني مزورة ثمورث تبدي لي مولام أتصف ثمورثيهين يكسبت يول من 1930 اسمي كذا أبري بعد 20 سنة تقول ذكي ونفوس وهذا اسمي كذا ويتسجد تبدي لي مولام ثمورث ثمورث لا ولا تيورثن ولا يورثن كل شيء ذي ثيارة يجنوال ولا القاعة ضربي يند ولله ميراث السماوات والارض باش يغفر العقل وكذلك الصحابي في كاس ربي سبحانه وتعالى إن يسال الانفال كلمه لله والرسول تجي رسالة الاولى الرساله في السناث إن يسال فاتقوا الله اقوذ ربي وذاك العلماء التفسير شو دنان هذه اشاره معنى اذا كان الصحب الكرام وقعوا فيما وقعوا فيه وهم قدوتنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان نقتدي بهم عند الخلاف هذا ما كان بالمين دنو قاعد كوكور انا خدم كي اللي خدم الاثنين الصحابه ربي اللي يسمى فاتقوا الله اقعد في ربي خوف ربي تنسى يضطمنا بمذن باش يغال سبيل ربي خاطر مولي يقعد ربي كيف غافريد خي قارنا قعد ونو تنسى قعد ربي ما يقعد ربي خاص يغلظ ولا شو نغلظ راه ادي يغال سبيل ميسي قعد ربي ادي يغال الأي فاتقوا الله الرسالة في الثلاثة وأصلحوا ذات بينكم أهور نسعى مجرون يلقى أتم صالحا يلها الصلح وأصلحوا
ذات بينكم. ذلك ذا رسالة مهمة جدا وهي إصلاح ذات البين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. يعني ذو الخدمة يسعى لزر ذم قران ذي الشرعي فينا الصلح المصالحة مرثي لي يروقذ مخلفا نغوقذ يعني يسعى الخصومة يرسا. الرسالة ثايض ثانقاروث ذي الله يقي ثم زواروثي وثل الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ضعف ربي طاعة الله وطاعة الرسول. مثل المؤمنين ثل الله ضعف ربي ضعف النبي صلى الله عليه وسلم. أكا إكفرا بعد تفاصيل مشي دوسانت ضربي ثنتي فضان الغنائم مني على حسب الآية إديوسانت سورة الأنفال الآية رقم 41 من سورة الأنفال. كل شيء غال سمكيانيس وما شاء الله ومقام البدريين مقام عالي. وقد ذكرت لكم فيما مؤخرا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية حاطب إم سينا وهو ممن شهد بدرا قال: ولعل الله اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم لقد غفرت لكم. القدر نسن علي وقال رضي الله عن الجميع ونذكرهم ونترضوا عليهم. هذا ضرب فلسن أكن ملان والحمد لله رب العالمين.